هو مصدر، زيديني أكثر لكي بالنور أظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس أزهو 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 يعلو جناحي إذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم فيديو جديد. كيف ما وعدناكم غادي يكون فيديو جديد، دابا في موديل آخر اللي هي رياكتيفيتي شيميك. بالنسبة لشابتر نيميرو 1 جينيراليتي، جينيراليتي غادي نبشرو في وضع مجموعة من القواعد ونشوفو إن نستعملوها ونعطيو دي زيكزامبل وكذلك دي زيكزارسيس تطبيقية لذلك القواعد اللي غادي نتعلموها إن شاء الله حنا جميعا. نتمنى أن هذا الفيديو يفيدكم بزاف ويعاونكم، ونكون عطينا كل ما استطعتنا باش تفهموا وتسهل عليكم جميعا. أول حاجة شابتر 1 عندنا لا جينيراليتي. مهم، مولاريتي هي كونسنتراسيون مولير، مولاريتي هي كونسنتراسيون مولير. القاعدة ديال مولاريتي هي سي كتساوي لنا ان سور في، ان هي كمية المادة دو سوليتي و في ديال لا سوليسيون. بالنسبة لي زينيتي عندنا بالنسبة كونسنتراسيون كما كنعرفو هي مول باغ ليتر، ان هي المول، في تاع لو فوليوم هي ليتر. بالنسبة للحاجة الجديدة هنايا هي هاد الوحدة مول باغ ليتر، غتولي يمكن لينا نرمزو ليها ايضا ب ام ماجيسكول. هاد الحاجه قلناها حيت في لي زيكزارسيس كيقول لكم لا كونسونطراسيون، كيقولش هاد لا كونسونطراسيون اي 10 مول بار لتر ولا 10 ام كبيره، لا كيكتب لك العدد وحده لوحده ام كبيره. انت خاصك تكون عارف بان ام كونسونطراسيون وحدتها ايضا ام كبيره اللي كتساوي لنا مول بار لتر. نتمنى هاد الفقره تكون مفهومه. نكملو ندقو كتر شنو كتميز بلا كونسنتراسيون، امتى كتكون مولير امتى ديسيمولير، انتما تشوفو معانا. داكور، كيما كتشوفو معانا الا كانت عندنا لا كونسنتراسيون كتساوي ليا واحد مول باغ ليتر اللي كتساوي واحد ام ماجيسكول كيما قلنا، فانها سوليسيون مولير. اما الا كانت لا كونسنتراسيون كتساوي ليا 0.1 ام فانها سي سوليسيون دي سي مولير. اتفقنا؟ عندنا لا مولاريتي هي كونسنتراسيون مولير، لا كونسنتراسيون مولير هي ان سور في، ان بالمول و في بالليتر. لا كونسنتراسيون الوحده ديالها هي مول بار ليتر، كنرجو لها ب ام ماجيسكول كبيره. عندنا الا كانت كونسنتراسيون كتساوي واحد مول بار ليتر ولا واحد ام سي سوليسيون مولير. الا كانت سي كتساوي 0.1 ام دي سوليسيون دي سي مولير. هاد بارتي فهمه. ندوزو دابا بارتي لاخرى. العلاقه الثانيه هي كونسنتراسيون ماسيك. عندنا سي بريم باش نفرقوها مع لا كونسنتراسيون مولير هي ام سور في، ام سي دي سوليتي اي في دي سوليسيون. بالنسبه لا ماس راه هي بالغرام والفوليوم باللتر، الوغ سي بريم هي غرام بار لتر. الوحدات مهمين بزاف، حيت لا كانت شي عمليه درتيها ولا شي قاعده درتيها بلا وحده ما كتحسبش لك الاجابه صحيحه. مهم باش نتفاهموا عليها. سي بري كتساوي لا ماس سور لو فوليوم غرام بار لتر، بار كونتر ديال الكونسنتراسيون مولير عندنا فيها ان سور في، اما الكونسنتراسيون ماسيك فرق بينها وبينها هذه فيها ام سور في. هذه راه مفهومه. ندوزو قاعده لاخرى. لا غولاسيون الاخرى عندنا هي العلاقه اللي كتربط لا كونسنتراسيون ماسيك اي لا كونسنتراسيون مولير. عندنا لا كونسنتراسيون ماسيك ايغال لا كونسنتراسيون مولير فوا لا ماس مولير. يمكن لينا نبرهنو كيفاش وصلنا لهاد العلاقه، اذا تبعوا معايا. عندي لا كونسنتراسيون ماسيك هي سي بريم كتساوي ليا ام سور في، ياك. عندنا ان كتساوي ليا لا ماس سور لا ماس مولير. لحد الان كتبت القواعد كنعرفوهم، لا كونسنتراسيون ماسيك هي ام سور في و كميه ماده هي لا ماس سور لا ماس مولير. ام كتساوي ليا ان فوا ام،
إذن كتساوي ليا ام كتساوي ليا ان ان و هي عوضنا لا ماس بان فوا لا ماس مولير سور في. اذا ان سور في هذه هي لا كونسونطراسيون مولير اللي قلناها، اذا هي سي فوا ان. سهله باش تبرهن عليها، نتمنى نعاود نشرحها لكم باش تشوفوا. سي بريم هي لا ماس سور لو فوليوم اللي عارفينها. لا ماس عندنا ان كتساوي الكتله على الكتله الموليه، اذا ام كتساوي لي ان فوا ان كبيره، نعاودوا لا ماس بهذا. اذا ان فوا ان كبير على في، وان سور في هي لا كونسونطراسيون مولير. اذا كونسونطراسيون مولير فوا لا ماس مولير، حنا وصلنا القاعده اللي بغينا نبرهنوا عليها. ندوزو لا نورماليتي. لا نورماليتي هي ان ايكال بي فوا سي، فيها ثلاثه الحالات. اذا كانت ان كتساوي واحد واحد فانها سي سوليسيون نورمال. إذا كانت كتساوي صفر فاصلة واحد سي سوليسيون ديسي نورمال. إذا كانت كتساوي عشرة أس ناقص جوج سي سوليسيون سنتي نورمال. بالنسبة كيفاش كنحسبوها وشنو هي هادي وشنو هي هادي، هادشي دابا كنعطيكم أنا القواعد، ولكن من بعد منا غنجيو التطبيق يعني التمارين غتفهموها وغتجيكم ساهلة. دابا غنحفظو القواعد ونعرفوا كل حاجة وحدتها وشنو سميتها وشنو كتسمى. إلا كانت قيمتها واحد هادو خصكم تحفظوهم. إلا كانت كتساوي واحد سميتها نورمال نورمال دي سي نورمال سنتي نورمال. علاش راح تنحفظو هاد السميات؟ حيت بعض المرات في ليكزارسيس ما كيقولش لك راه ان كتساوي واحد ولا كتساوي صفر فاصلة واحد ولا كتساوي عشرة أس ناقص جوج، كيقول لك اون اون سوليسيون نورمال و اون اون سوليسيون دي سي نورمال و اون اون سوليسيون سنتي نورمال. الوغ هنايا خصك تكون تعرف في الكور بان النورمال هي اللي فيها واحد و دي سي نورمال هي اللي فيها صفر فاصلة واحد و سنتي نورمال هي اللي فيها عشرة أس ناقص جوج. تماما كذلك في نفس الحاجه بالنسبه لكونسونطراسيون مولير، كتكون سوليسيون كيقول لك مثلا اون اون سوليسيون مولير ولا اون سوليسيون دي سي مولير. مولير انا عارف في الكور ديالي بان مولير هي كونسونطراسيون كتساوي واحد مول باغ ليتر، ودي سي مولير هي كونسونطراسيون كتساوي صفر فاصلة واحد مول باغ ليتر. هذه هي الاهميه ديال هاد القواعد في الكور، يعني فهم ديال الكور مهم بزاف الا بغيتي تخرج لي زيكزارسيس ماشي غتجي وتحط القواعد وتبرك تبرك تدخل تخرج في التمارين. مهم دوزو دابا، مهم دابا دو لي غولاسيون القواعد الاساسيه اللي خاصكم تعرفوهم و لي زينيتي ديالهم باش يجيكم ليكزارسيس ساهل. دائما ملي دوز اي اكزارسيس كتحط كاع القواعد قدامك باش تجيك القضيه ساهله. انا لحد الان كنحاول نعطيكم شرح الكور في نفس الوقت نصائح تلقى من التجربه ديالي ومن التجربه ديال زملائي معايا. ندوزو لا دونسيتي.